سعيا لتحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبهدف المضي بالعلاقات الثنائية بتوجيهات جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس المصري، جاء منح جمهورية مصر العربية الشقيقة حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ليؤكدوا التوافق والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين. والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مرحبا بك أستاذ محمد. في إطار الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين مؤخرا، تم الإعلان عن فتح جمهورية مصر الشقيقة حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها، وكذلك فتح أفاق جديدة للتعاون البحريني المصري بمجال الحوسبة السحابية. هل كان تحدثنا أكثر عن طبيعة هذا التعاون؟ مساكم الله بالخير. في الحقيقة هناك يعني علاقات وروابط ممتدة ووثيقة تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما أن هناك تاريخ يعني حافل بالتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، لا سيما طبعا على صعيد التعاون في مجالات التحول الرقمي واستثمار التقنيات الحديثة. ولابد هنا من تأكيد بأن هذه اللحمة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين هي انعكاس العلاقات المتينة الراسخة التي أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أخيه فخامة الرئيس المصري السيد عبد الحفيظ الفتاح السيسي، والتي تشكل للشعبين البحريني والمصري مصدر فخر واعتزاز ودعم طبعا لهذه العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. تفضل سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية مملكة البحرين بتوجيه رسالة نظير معالي السيد سامح شكري في جمهورية مصر العربية، نصت على منح الشقيقة مصر حق السيادة على المعلومات المشتركين التابعين لها وفق طبعا القانون 56 لسنة 2018. مثل ما نعرف كثير من الدول في حاجة الآن للاستفادة من ميزات خدمات الحوسبة السحابية، من توفير السرعة أو الحجم أو المرونة وتقليل التكاليف، وما يرافق ذلك من الحاجة لتخزين المعلومات السيادية للمواطنين في الخارج سواء القطاع العام أو الخاص. طبعا الخاص المعلومات السيادية ممكن تكون معلومات بنكية، ممكن تكون قطاع اتصالات، وكثير من الأحيان الدول يعني تمنع يعني حفظ هذه البيانات في الخارج لحمايتها لأنها تعتبر معلومات سيادية. لذلك مملكة البحرين بادرت في سنة 2018 بإصدار هذا القانون الذي يسمح لأطراف أجنبية بإعطائها الحق السيادي على معلوماتها وعدم إمكانية الدخول على هذه المعلومات إلا من خلال حكم قضائي بات في الدولة التي يعني تم الاتفاق معها. وهذه طبعا نظير لهذه العلاقات، أعطت مملكة البحرين جمهورية مصر العربية هذا الحق. نعم. سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.